شوبينج صار أهياً على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسو أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق. هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء، مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب $36 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. اتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. قدام نتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع إيربيلو ما بقى نعطل هالهم لأنه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون ميكروبي، بس نحط راسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إيربيلو مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر. وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يطوروا أو يزيدوا، كما أنها بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. إيربيلو فيكن تحصلوا عليها ب $26 بس وين ما كنتوا بلبنان، ما عليكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحيالة محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما يكون إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية اللي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بينظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب $36 وللدوبل فيتراج ب $75، والأهم إنه مكفولة لخمس سنين. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. كلنا منحب ناكل تبولة، بس منعطى الهمفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون اي مجهود، باصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة سنتين وفيكن تحصلوا عليها ب $32. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هدية. ما لكم الا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري.
قد ايه بنعطي الهم بس بدنا نقطع شيء بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغله، والتقطيع بياخذ معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب اكسبرس انحلت هالمشكله. كوب اكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيلا شغله بدنا اياها بثواني، بقص 10 مرات اسرع من الطريقه التقليديه، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذره، بطاطا، جبنه، دجاج واللحمه. كوب اكسبرس مزود برسار لتسريع عمليه القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا تنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا عليها ب 24 دولار بس، تصلوا ببس سلرة على 01-44-55-55 وبيوصل لعنكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. شو أورغانايزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورغانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل. شو أورغانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة، وإلها غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55 ب60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب. ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورغانايزر حد بعضهم. ب26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلا لما تشتروا 2 شو أورغانايزر بتحصلوا على تالتة مجانا. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا ببس سلرة على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.